الحالة الماضية، وأننا ساعدنا كثير باش استطعنا باش نوصلوا لهذه النقابة هذه ديال المدربين أو الاتحاد المغربي لمدربي كرة القدم اللي اليوم ولات تابعة تتخضع للعمل النقابي أكثر منه الجمعوي. اليوم تم التصديق يعني على الانطلاقة الأولى ديال هذه النقابة اللي بغينا نسميوها بهذه العبارة، وبالتالي ف يعني تم تكوين المكتب الإداري وكذلك المكتب المسير. وطبعا راكم تتعرفوا ان المدربين تيكون نقاش حاد، والحمد لله انه في النهايه يعني اللي نجح هو التواجد والربح، لانه المدربين في المستقبل في السنوات المقبله سيكونوا سعداء بتواجد هذه النقابه اللي غتدافع عليهم على حقوقهم وغتحين سميتو القانون ديال المدرب اللي موجود في البرلمان، وان البرلمانيين اللي تينتميوا لهذه النقابه غيدافعوا بشراسه على المدرب وعلى الاوضاع الاجتماعيه ديالو وعلى كذلك الحضور ديالو، وهذا كله يعني ايجابي وتفرح بالمستقبل ديال المدرب. الاشياء اللي اتفقنا عليها انه هذاك النقطه هذيك يعني من الاولويات، انه لا يعقل ان مدرب يدرب في نفس المستوى مره واحده ولا جاء عرض ما يمكنش له يكمل تدريب، وبالتالي هذا شيء يعني احنا ما متفقينش عليه. وطبعا كان تقدم من طرف جمعيه احنا ما غنذكروش الاسم ديالها، وهذا طبعا ضرر، كانوا عنده ضرر كبير بالنسبه للمدربين، لان كاين مدربين اللي خدموا شهرين ثلاث شهور وتبقى متوقفين تقريبا مدة طويلة، وتتعرفي اليوم أن المدرب أصبح محترف عنده عائلة عنده مصاريف. فطبعا هذا العمل النقابي كذلك سيفيد المدرب، لأنه غيكون عنده طبعا ندافع عليه بشراسة يعني في المطلبي، يعني من أشياء المهمة هو أن المدرب تولي عنده تقاعد، تولي عنده تغطية صحية، يولي عنده مدخول يعني منتظم باش ما يبقاش يعيش الهشاشة بحال اللي شفنا، وهذا غيكون عنده تأثير إيجابي حتى على العطاء ديال المدرب، لأن المدرب ما غيكون تتخلص ويكون الوضع ديالو الاجتماعي جيد، فهذا أكيد أنه غيعطي أكثر في الملعب. ونتمنى إن شاء الله أن الكرة القدم يعني تطور وأن لاعبين جدد يخرجوا من المغرب اللي إن شاء الله في المستقبل يلتحقوا بالمنتخبات المغربية.